بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله. صديقي نركز على هذا الكرفان، الكرفان مع التوسعتين، الكرفان ضام الاثنين، العائلة وتقسيم الشبابية. يعني ما مر علينا كرفان تقسيم عائلية وتقسيم الشبابية. ركز في هذا الإعلان، توسعتين ومطبخ خارجي ومطبخ داخلي، كل الميزات راح تشوفها. عمر شركة البومة من شركة الفورست ريفر 1968. نقول بسم الله ونشوف الكرفان. عندنا الجيك اوتوماتيك سلندرات الغاز الكبير شركة البومة، عمرها 1968. المستودع الكبير الخارجي، عندنا هذه البضلة الكبيرة، السماعات الخارجية نظام LED. طبعا التلفزيون الداخلي نقدر نحطه برا، القاعدة موجودة. نشوف الكرفان. طبعا عندنا هني ام طيبيخ خارجي. بعد شو عندنا؟ شيء عندنا؟ لا لا، في شيء في شيء في شيء، لا ما في شيء. عندنا هني المطبخ الخارجي، طبعا في الشاور الخارجي. عندك هني حق الغاز حق الشاور الخارجي. صديقي كرفان لانج نيو، كم عمره واصل كرفان الخارج؟ نص ساعة. طبعا يوم نشوف هذه الفتحة شو معناته، في حال اذا فضت بطارية الكرفان وتبغي تسكر السلايد مانوال او تعطل، فالعطل يكون من النوادر. تدخل الحديدة من هذه المكان، شوفه في حديدة عندك، فتسكر التوسعة مانوال بهذه الطريقة. طبعا هذا الدرج الخلفي، عندك الكاميرا الخلفية، التوسعة. صديقي عندنا هنا الشاور بوكس الخارجي. طبعا عندنا 5 جيكات والوسط والاخير. سمي بسم الله وتدخل الكرفان، كرفان امريكي، مواصفات عالية. قول ان شاء الله صديقي ان اقدر اوضح لك هذا الفيديو كيف تقسيمة هالكرفان يوم اقول لك عائلي وشبابي. طبعا نبدأ، نحن عندنا الميلس، غرفة عيالنا في هذا المكان. طبعا في غرفة عيالنا لما نشوف نقدر نحوله كرسي ونقدر نحوله سرير، يعني نقدر يكون عندنا صالتين، يكون صالة في هذا المكان وصالة في المكان الثاني. طبعا تقسيمة جميلة لهذا الكرفان. ركز ركز، غرفة النوم لعيالنا، تسكر الباب، شوف دورة المياه. طبعا سيراميك الدوماتيك 320. طبعا نفتح بهذه الطريقة دورة المياه. طبعا هذه المادة الحمراء اللي نحن نشوفها يكون في كل كرفان جديد طالع من المصنع. شو السبب؟ عشان ما يصير ان الماي يتعفن، فيحطوا له هذه المادة. صديقي اذا بغينا نحرك بالكرفان لازم نسكر عشان ما يلعب علينا على طول الخط. دورة المياه. غرفة النوم معزولة، ندخل غرفة النوم. طبعا غرفة النوم فيه مكيف، عندنا هذا المكيف. طبعا من الطبيعي ان يكون عندنا مستودع، هذا هو المستودع. نشوف هاي غرفة النوم، طبعا هاي الغرفة ماستر، فيه المكيف، في نظام التدفئة، عندنا نظام التدفئة موجود. مميزات مميزات مميزات، لازم نركز على هذا الكرفان ونسميه بسم الله. الحين نشوف التحول لهذا الكرفان بتقسيم الشبابية. دائما احنا لما نقول هذا الكرفان بتقسيم الشبابية يكون عندنا ميلس نقعد خويانا وربعنا اهلنا عائلتنا الكريمة يكونون في هذا المكان ومرتاحين. يا اخواني هذا الكرفان 5 ستار، اخوكم براشد يقول 5 ستار، اسبابه انه في غرفة اطفال وفي ماستر روم، وعندنا هذا الكرسي. هذا الكرسي من الطبيعي يتحول الى سرير. طبعا عندنا في هذا المكان الدلع كامل، رحلة 5 ستار. طبعا الكرسي يقابلني التلفزيون، يكون حط التلفزيون في هذا المكان. نشوف الكرفان. طبعا عندنا هنا التدفئة للشكل، لما يعطينا الديزاين لما نكون احنا في الرحلة يعطينا شكل جميل كأننا احنا مورين ضوء. طبعا في هذا المكان على حسب خبرتي ان هالمكان يركب له تلفزيون 40
تقريبا. طبعا اذا حطينا التلفزيون في هذا المكان عندنا القاعده تتحرك، فشو يصير عندنا؟ يصير عندنا مستودعات خلف التلفزيون، يعني انت شو تبغي تحط اغراض خلف التلفزيون. ننتقل للخطوه الثانيه في هذا المكان، شكله على كيفك، هذا المكان يتشكل على كيفك، تبغي ادراج، تبغي معاليك، انت تشكل على كيفك. طبعا عندنا الثلاجه 12 فولت في هذا المكان، طبعا هذا اللوك عشان اثناء المشي ما يتبطل وما يطيح شيء من الثلاجة. هاي الثلاجة 12 فولت تعمل على الطاقة الشمسية. طبعا في هذا المكان يستوي طباخنا وريوقنا، في هذا المكان نقطع دلع مستودعات دور ما داير عندنا تقسيمة جميلة. الحين بناخذ تصور كامل عن الكربان، بصور لكم اياه تصور كامل وتخيل على كيفك. طبعا بيكون لنا المخطط للكربان وبنحطه في الفيديو. نركز نشوف الكربان. هذا تصوير على البطيء على قد ما نقدر عشان تاخذ تصور على هالكربان الجميل. كربان VVIP اسبابه هذا الكربان يشل تقسيمه شبابية وتقسيمه عائلية. طبعا لما نطلع من هالكربان شوف شو نشوف. غرفة عيالنا يرقدون في هذا المكان وعندهم مكيف السنترال. نسكر الباب، عندنا دورة المياه. نسكر الباب، ندخل على الماستر روم. شوف ماستر روم، شوف كم حجم السرير. نطلع من الماستر روم، يكون على يميننا دورة المياه، تقسيمة جميلة لهذا الكربان، وعلى يميننا غرفة العيال. وندخل على الميلس. جميل. طبعا انا في هذا الفيديو اركز على الكرفان، نشوف تقسيمته، شوفوا الادراج، نشوف كل شيء في الكرفان. طبعا هذا الكرفان فيه مكيفين، عاد هني شكله على كيفك، تبى تحط الصورة اللي تعيبك. ختاميتنا لهذا الكرفان الجميل. الكرفان بطول 39 قدم، توسعتين، مطبخين، مطبخ خارجي ومطبخ داخلي، الموديل 2023. الكرفان اول مرة اقوله يجمع الثنينة، يجمع التقسيمة الشبابية، يجمع التقسيمة العائلية، يعني لعائلتنا وللشبابي. الميلس كبير، كل شيء جميل في هذا الكرفان، وانت الاجمل يا صديقي. أخوكم براشد يدعوكم تزورونا في ممر السعادة. نترياك صديقي. كرفان جميل 2023. خلك مع كرفانات الخليج تشوف كل ما هو جديد في عالم الكرفان. ونترياكم، مع السلامة.